كلام لا يفهمه إلا العقلاء. المرض نصيب والعلاج قرار، والزواج نصيب والطلاق قرار، ووجود أشخاص بحياتك نصيب والاحتفاظ بهم قرار. فإن لم تكن تمتلك النصيب فأنت تمتلك القرار. عيوب الجسم يسترها متران من القماش، ولكن عيوب الفكر يكشفه أول نقاش. ليست الأمراض في الأجساد فقط، بل في الأخلاق أيضا. لذا إذا رأيت سيء الخلق فادع له بالشفاء، واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه. مخلوقون من نطفة، وأصلنا من طين، وأرقى ثيابنا من دودة، وأشهى طعامنا من نحلة، ومرقدنا تحت الأرض حفرة. سبب المشاكل وقطع العلاقات وشحن النفوس هو نقل الكلام، ونحن ما بين مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد. عجيب من يجد في نفسه عذرا في كل شيء، ولا يعذر الناس في أي شيء. أجمل سرقة هي سرقة القلوب بطيب الأخلاق. الفراشة رغم جمالها حشرة، والصبار رغم قسوته زهرة. فلا تحكم على الناس من أشكالهم، بل أحكم عليهم بما تحتويه قلوبهم. كن من تكون، فاليوم تمشي وغدا مدفون. اهتمامنا شديد جدا بمسمياتنا في الدنيا، بروفيسور، دكتور، مهندس، معلم، لكن ماذا أعددنا مسمياتنا في الآخرة؟ الصائمون، القائمون، المتصدقون، الراكعون، القانتون، الذاكرون. سؤال يستحق التأمل. أكثر في التفكير في قوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي، لتعلموا أن الحياة الحقيقية ليست الآن. افعل الخير مهما استصغرته، فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. سلام عليكم.